بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. النوع الثاني عشر في كيفية إنزاله، أي القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. واختلف في كيفية الإنزال على ثلاثة أقوال: أحدها أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، وده اللي ذهب ليه سيدنا عبد الله بن عباس وهو المشهور، نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل يسموه بيت العزة. واخد بالك، عندنا البيت المعمور وفي بيت العزة. بيت العزة ده موجود في السماء الدنيا، فنزل من الايه، من اللوح المحفوظ اللي موجود ايه عند البيت المعمور في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، نزول كامل مرة واحدة في ليلة القدر جملة واحدة. ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة أو في 23 سنة أو 25 سنة، إيه الخلاف ده؟ ليه؟ لقال 20 سنة شال فترة إيه؟ إن الوحي تأخر على النبي فترة بعد الوحي لما نزل الأول، فبعض العلماء قالوا إن تأخره كان 3 سنوات، ولكن الراجح إنه أقل. فيبقى إيه؟ يبقى لما تأخر الوحي على النبي حتى يستعيد نشاطه وقوته لمواجهة الملك مرة أخرى، ثم بعد ذلك يشتاق لنزوله عليه، فخصموا هذه المدة فقالوا 20 سنة، وبعدهم قالوا لا، 23 سنة، على أساس مدة من أول ما أوحي للنبي، فاعتبروا كل المدة 23 سنة. طب واللي حسبها 25 حسب سنة النزول وسنة الوفاة، أدي سنتين، فقربت 23 لـ5 من باب التقريب وليس من باب إيه التحديد، على حسب الاختلاف في مدة إقامته بمكة بعد النبوة. ده أول إيه رأي. الرأي الثاني، القول الثاني، أنه نزل إلى سماء الدنيا في 20 ليلة قدر من 20 سنة. يعني إيه؟ يعني في كل ليلة قدر في كل رمضان في العصر النبوي كان ينزل القدر اللي حينزل في السنة دي، ينزل السماء الدنيا القدر اللي حينزل في السنة دي بس، وينزل منجم. يجي ليلة القدر التاني ينزل القدر اللي حينزل في السنة دي، وبعدين ايه ينزل منجم. فهمت الصورة دي؟ ده ايه الرأي الثاني، وهو ضعيف ايضا الرأي ده، أنه نزل إلى السماء الدنيا في 20 ليلة قدر من 20 سنة. وقيل في 23 ليلة قدر من 23 سنة، وقيل في 25 ليلة قدر من 25 سنة، زي ما قلت لك على سبيل التقريب في 25، فقرب الثلاثة إلى 5، زي ما قالوا كده أن النبي إيه توفاه الله على رأس 65 سنة في رواية أنس بن مالك، ما هي 63، حسبوا سنة المولد سنة وسنة الوفاة سنة، وهو عاش 63، فبقت ايه 65. العرب في الايه في العدد مهلبية شوية. يعني ايه مهلبية؟ يعني ما يحبش التحديد بالظبط، طريقته كده. انت ساعات تشتري حاجة بـ90 جنيه تقول انا جبتها بـ100، صح ولا لا؟ لحد دلوقتي العرب طبيعتهم كده، كلف حاجة 900 جنيه ولك 1000، كلفتني 1000، صح ولا لا؟ دي طبيعة العرب. فلما تيجي تعرف طبيعة العرب ما تتضايقش اما تقول او ايه هو ايه بالظبط. يبقى الجماعة اللي بيقعدوا بقى كده يبقى مش فاهمين طبيعة العرب، ودي أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، بتحسب كده ايه بالبركة، ما عندهمش النتيجة ولا ساعة ولا حاجة زي دلوقتي، وبالتالي كان كل واحد بيحسب بطريقته.
فيقرب لك الحكايه. جاب حاجه ب 21 يقول لك ب 25، على اساس يقربها لاقرب نصف عقد، او يقربها لايه؟ لاقرب عقد. العقد اللي هي العشرات ونصف العقد اللي هي الخمسات. فهمت بقى ازاي؟ فده السبب اللي بتلاقيه كتير يحصل لك، ان يقول لك او او او. هذا ليس شك في الواقع، ولكن طريقة حساب العرب بالبركة، لأنه نزل القرآن في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وليس عندهم نتائج، وليس عندهم إيه ساعات في إيديهم يزبط الوقت وهكذا. فهمت؟ في كل ليلة ما يقدر الله سبحانه إنزاله في كل سنة، يبقى بينزل سنة بسنة. اللي حينزل السنة دي ينزل مرة واحدة في ليلة القدر، وبعدين ينزل منجم على احداث السنه، يجي ليله القدر اللي بعدها ينزل اللي هينزل في السنه دي. فهمت القول الثاني؟ يبقى القول الاول قال لك نزل مره واحده كله في ليله القدر، وبعدين نزل منجم على السنين اللي قلنا عليها، قال لك 20 وقالوا 23 وقالوا 25. اللي قال 20 خصم ايه الثلاثه وجاب لي اول عقد، واللي قال 25 جبرها لاول نصف عقد. خمسه ايه اللي هي ايه خلاها 25. والقول الثالث، يعني احنا عارفين برضو رواية عن سيدنا أنس بن مالك يقولك وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ايه 14 شعرة بيضاء او 16 او 7 على ما اختلف، على رأس 60. يا أنس ده 63. ليه؟ لأنه خصم الثلاثة تقريبا، يعني جاب لك 60 على طول. فهمت ازاي؟ ادي الطريقه بتاعت العرب في الحساب يعني. واحد ناس تانيين يخلي الثلاثه يخليها خمسه، يقربها للاعلى، واحد تاني يقربها للادنى. فهمت بقى يا استاذ؟ عشان بس لما تقرا في الحاجات دي في كتب الحديث ما تقولش ان فيها اضطراب زي ما بيذهب المفكرين وايه والجماعه اللي هم مشككين. عارف اسمائهم؟ طيب. والقول الثالث بقى أنه ابتدي إنزاله في ليلة القدر، يعني بداية النزول بس كان في ليلة القدر مش كله، وبعدين نزل منجم على بقية السنة، وده أضعف الأقوال. كويس. والقول الأول أشهر وأصح، اللي هو نزل مرة واحدة في ليلة القدر للسماء الدنيا، وبعد كده نزل منجم على مدى السنوات. والقول الأول أشهر وأصح، وإليه ذهب الأكثرون، ويؤيده ما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. وأخرج النسائي في التفسير من جهة حسان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. وحسان هو ابن أبي الأشرس، وثقه النسائي وغيره. وبالثاني القول الثاني بقى اللي هو نزل في 20 ليلة قدر أو في 23 ليلة قدر أو في 25 ليلة قدر. فهمت القول الثاني؟ قال مقاتل والإمام أبو عبد الله الحليمي في المنهاج والماوردي في تفسيره. وبالثالث اللي هو إيه الثالث؟ قال لك إيه؟ قال لك نزل في ابتدأ إنزاله في ليلة القدر بس، وبعد كده نزل منجما بعد ذلك على بقية، مش نزل كامل، لا ابتدأ. ده قول الشعبي وغيره. واعلم أنه اتفق أهل السنة على أن كلام الله منزل، واختلفوا في معنى الإنزال، فقيل معناه إظهار القرآن، وقيل إن الله أصل. ليه بقى؟ لأنه لما نقول إن القرآن ده كلام الله فكلام الله قديم. طب قديم يعني إيه؟ معنى إن أنزل يعني أظهره، يبقى كان قديم معلوم لديه سبحانه فأظهره، يبقى الإنزال هو معناه إظهار الكلام القديم. فهمت؟
وقيل إن الله أفهم كلامه جبريل. ليه بقى؟ لأن كلام الله ليس بصوت ولا حرف ولا لغة، لأن اللغة قيد والحرف قيد، والله صفاته خارجة عن كل قيد. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي أفهم كلامه على حاله بغير لفظ ولا حرف ولا صوت ولا لغة لسيدنا جبريل. كويس. ثم ألهم سيدنا جبريل كيف يترجمه إلى العربية. فهمت بقى إزاي؟ دي قول تاني. وقيل إن الله أفهم كلامه جبريل وهو في السماء وهو عال من المكان، وعلمه قراءته، ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهبط من المكان. والتنزيل له طريقان، أحدهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم انخلع من صورته البشرية إلى صورة الملائكة وأخذه من جبريل، والثاني أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذ الرسول منه. والأول أصعب الحالين، اللي هي لما كان النبي بيقول إيه يأتيني كصلصلة الجرس، وهو أصعبه علي وأشد علي، بيحصل له انخلاع من صورته البشرية فتغلب عليه الروحانية الملكية. فهمت إزاي؟ فتبقى دي أصعب حاجة، لدرجة كان يعرق في في الليلة اللي هي شديدة البرودة، واخد بالك، وكان يبقى ثقيل لدرجة لو كان على الناقة الناقة تبرك ما تتحملش تشيله. فاهم؟ دي الصورة الأصعب. لكن في صور تانية كان يأتي في صورة بشر يكلمه، فكان دي أسهلها عليه. والثاني أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذ الرسول منه، والأول أصعب الحالين. ونقل بعضهم عن السمرقندي حكاية ثلاثة أقوال في المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ أحدها أنه اللفظ والمعنى، وده طبعا الراجح، أن اللفظ والمعنى من الله، إنما الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من النبي، مش كده برضو؟ والسنة اللفظ والمعنى من النبي على حسب ما علمه الله من مراده أن يبلغ لعباده. فهمت الفرق؟ أنه اللفظ والمعنى، وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به. وذكر بعضهم أن أحرف القرآن في اللوح المحفوظ كل حرف منها بقدر جبل قاف، وأن تحت كل حرف معاني لا يحيط بها إلا الله عز وجل. وهذا معنى قول الغزالي إن هذه الأحرف سترة لمعاني، أو سترة لمعاني. والثاني، القول الثاني، أنه إنما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاني خاصة، وأنه صلى الله عليه وسلم علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب. بس القول ده محدش بيقول بيه ضعيف، وإنما تمسكوا بقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، مش ما قالوش على لسانك. فطالما قال على قلبك يبقى لسانه كان هو قول النبي، وإنه لقول رسول كريم. إنما فهمت إزاي؟ أدي السبب اللي قالوا هذا القول. والثالث أن جبريل عليه السلام إنما ألقى عليه المعنى، وأنه عبر بهذه الألفاظ بلغة العرب، وأن أهل السماء يقرؤونه بالعربية، يعني كأن التعبير بالعربية كان من جبريل. يبقى القول الثاني التعبير بالعربية كان من سيدنا محمد، والقول الثالث التعبير بالعربية من سيدنا جبريل، والقول الأول وهو الراجح أنه من الله لفظا ومعنى. واضح؟ فإن قيل ما السر في إنزاله جملة إلى السماء، قيل فيه تفخيم لأمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلان سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، ولقد صرفناه إليهم لينزله عليهم، ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت نزوله منجما بسبب الوقائع لا أهبطوا إلى الأرض جملة، زي ما التوراة نزلت مرة واحدة كلها في ألواح. طب ليه ما نزلش كده مع النبي؟ النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلما ينزل له فقرات فقرات يحفظها. فهمت بقى؟ تبقى سهل. وأمة النبي أمية لا تقرأ ولا تكتب، كان ربنا ممكن يحفظه للنبي مرة واحدة، بس النبي هيجي يقوله للناس مرة واحدة مش هيستوعبوه. فإيه بقى كان هذا؟ عشان كده ربنا قال كده،
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإن قيل في أي زمان نزل جملة إلى سماء الدنيا بعد ظهور النبوة، طب هو نزل للسماء الدنيا قبل نبوة النبي يعني قبل سن الأربعين، وبعدين جابوا سيدنا جبريل مع بداية سن أربعين النبي، ولا كان مع بداية نبوة النبي؟ فهم؟ كل ده طرف علمي، طرف علمي لا ينبني عليه عمل، ثقافة عديها. فهمت ازاي؟ دي كل دي طرف علمي، مش مهم تقوله لعوام الناس وتشغلهم بيه، لكن انت لان ربنا خصصك في هذه العلوم فما فيش مانع انك انت تفتح هذه الموضوعات، لكن لا داعي ان تعملها موضوع خطبة جمعة مثلا. فهمت ازاي؟ عشان ما تلخبطش الناس. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الطرف العلمي ده لا يكون في عوام الناس، ولا في خطب الجمعة، ولا في برامج التوك شو، ولا في الحاجات دي. ليس كل ما يعرف يقال، تتشكك بعض الناس البسيطة. فهمت بقى ازاي؟ فإن قيل في أي زمان نزل جملة إلى السماء الدنيا بعد ظهور نبوة سيدنا محمد أم قبلها؟ قلت، قال الشيخ أبو شامة، الظاهر أنه قبلها، وكلاهما محتمل. الحقيقة أنك تقول إيه؟ الله أعلم. هذه الإجابة لما واحد يجي يسألك حاجة زي دي، هو الله أعلم، لأن ده محتمل وده محتمل. فهمت بقى إزاي؟ فإن كان بعدها فوجه التفخيم منه ما ذكرناه، وإن كان قبلها ففائدته أظهر وأكثر. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفر عن ذكره الغافلون.